قلوب إخوانكم معكم وأموالنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم. أيها المسلمون، إن إخواننا في الشام لا يخفى علينا حالهم ولا يغيب عن أنظارنا مناظرهم وصورهم. إننا نبكي مع بكائهم ونحزن لحزنهم ونجد لموجدتهم، ولو كنا بينهم لدافعنا عن أعراضهم لأنها أعراضنا، ولسكبنا أرواحنا فداء لأرواح إخواننا، فنهم أهل لنا وهم أحبتنا. ولا يرضى مسلم أبدا أن يرى امرأة عفيفة نشأت على القرآن والحجاب يتأبطها فاجر تحت إبطه فيسوقها إلى مخدعه. أي رجل يحل له أن ينام أو يسكت له دمع أو يهدأ له بال وهو يسمع عن إخواننا مثل هذه الأحوال؟ لكننا واثقون بنصر الله تعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. بيّن الله جل وعلا أنه يبتلي عباده ليتخذ منهم شهداء، ولأجل أن يعرف صدقهم، ولأجل أن يمحص الصادق من الكاذب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. نبلوكم بالقتل تارة، ونبلوكم بالجرح تارة، ونبلوكم باغتصاب أعراضكم تارة، وذهاب أموالكم تارة، ونبلوكم بخذلان الناس لكم تارات، لنعلم المجاهدين منكم، لنعلم الصابرين. هي رسالة إلى أهلنا في الشام. إنما النصر صبر ساعة، وإذا اشتدت الأزمة انفرجت، وأشد الليل ظلمة أقربه إلى الفجر. قلوب إخوانكم معكم وأموالنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم، وأرواحنا معكم، وأيدينا ستقاتل في صفوفكم. أنتم المقدمة ونحن بإذن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى. لا ينبغي أن يظن أهلنا في الشام أننا قصرنا في حقهم أو تكاسلنا عنهم، لكن الله جل وعلا له حكمة يقدر سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار. ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله، وأن يأخذ ربنا من دمائنا حتى يرضى، وأن يتوفانا ربنا وهو راض عنا، وأن نكون ممن يغفر له من أول قطرة من دمه. أسأل الله أن ينصر الشام وأهله، أسأل الله أن ينصر إخواننا هناك، أسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يقويهم بقوة من عنده. اللهم أمددهم بملائكة السماء بعظمتك، وبجنود الأرض بقدرتك. اللهم سدد رميهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم احمي أعراضهم، واشف جرحاهم، وداوي مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وصبر أيتامهم وأراملهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترينا عجائب قدرتك في من ظلمهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقه هو وملكه في البلاد تمزيق الريح الجراد يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. يا حنان يا منان، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا منتقم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ودم بالعزة قد نضحا، نور العين تناديني، فدعيني أمه دعيني.